غادي يصلح هذه عادي يمكن نكملوا الاصلاح الشامل. لكن البعض مع الاسف الشديد بدلا من يتثبت وياخذ الاخبار بدا يروج الاكاذيب والتشويشات من حيث لا ينفع، مع ان الجمعيات المهنيه اللي هي مقعره هي جمعيه مهنيه مستقله لا علاقه لها باحزاب ولا علاقه لها بجهات رسميه ولا علاقه لها بالحكومه، وايضا حتى جهه تدبير السياسه اللي وقعت تاعي. فلذلك خصنا نحضيو الاخبار مع الاسف الشديد تقدم بطرق سلبيه لا تقدم بالطريقه الصحيحه. هذا هو النقد، خص النقد البناء والمتوازن. الحاجه اللي خاص اللي ما خصهاش تكون ما خصهاش تكون، والحاجه راه كنحيي سيليان دوزي، انا ما عندي مشكل على داكشي اللي قال لي، انا هضرنا انا وياه قبل على التريا وقال لك راه المنبر، انا اللي جبت ليه المنبر بالحقيقه، فهمتيني؟ وقال لك هذاك المنبر خصنا نصلحوه الى اخره. انا ماشي مشكلي توجي لك رئيس حكومه، ولكن انا رديت ليه قلت لك خص الجماعه بلديه هي تقوم بمبادره دير شراكه مع الجهات المتدخله، مع وزاره الاوقاف، مع وزاره الثقافه، وحنا نعاونوها وديروا شراكه ويتصاوبوا ولقاو تمويلات ديال هذا الشيء، فهمتيني؟ لان الواحد اللي عنده دخل تدبير الشان العام دخل ما بقاش انسان في حزب معارض غير كيقول درتو لينا ما درتوش لينا، لا، ولا مبادر، ولا هو خصو ياخذ المبادره ويبلور حلول العمليه ويطالب الاخرين باش يتعاونوا معاه في الحلول العمليه، ونستمر، هادشي راه ماشي صعب، نبقاو متصلين ياك، نبقاو متصلين ونلقاو حلول لهادشي، بطبيعة الحال، ولكن الجهات المحليه راه ولات شريك، دابا في عهد الجهويه ولا مركزيه، ما بقاش يمكن تقول انا جالس هنا والحكومه ما دارتش، لا حتى انت فاعل، حتى انت يمكن تدير، انت ايضا، بحال برنامج تقليص الفوارق المجاليه. باش تخدم الفوارق المجاليه البرمجه ديالك كلها كدار محليا اقليميا وجهويا لا علاقه للحكومه بالبرمجه، ما تقولش لك الطريق صوبها والطريق ما تصوبهاش، ولكن الحكومه كتمول، تمويلها هو موجود غير دير البرنامج كيدوز التمويل. فلذلك ما يمكنش هادشي دائما تقول للحكومه، راه انت محليا اللي عندك تدبير الشان العام على مستوى الجماعات او على مستوى جلسة العمالة والاقاليم بالخصوص او ما على مستوى الجهات، ارى انت عندك دور اساسي، بل هو الدور الاساسي بالالف ولا ماشي غير دور اساسي، ولكن الناس كيتعلموا شويه بشويه، تاع كثير من الناس ما كيبانش ليهم مداخل احيانا، وخص فيه حوار ونستمر. الحمد لله هذا البرنامج ديال تقليص الفوارق المجاليه برنامج ناجح جدا ناجح جدا، في على مدى 3 سنوات تقريبا درت 5000 كيلومتر ديال الطرق القرويه.